نظم اتحاد المصريين في أوروبا وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بلندن تعبيرا عن استيائهم مما تعرضت له بعثة المنتخب القومي والمشجعون المصريون من اعتداءات من قبل متعصبين جزائريين في أعقاب مباراة البلدين بالسودان. وطلب رئيس اتحاد المصريين في أوروبا بسرعة إنهاء المشكلات التي تتعرض لها الجالية المصرية في الجزائر ووقف حملات التحريض الإعلامي لبعض الصحف الجزائرية ضد مصر. مبادرة اتحاد المصريين في أوروبا على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة مصر والجزائر في العاصمة السودانية الخرطوم تضمنت اعتصام عدد من ممثلي الاتحاد أمام مبنى السفارة الجزائرية في العاصمة البريطانية لندن، حاول خلاله تسليم السفير الجزائري رسالة احتجاج تدعو الحكومة الجزائرية إلى الاعتذار وإدانة التصرفات غير المسؤولة وسوء السلوك اللذين أضرا بطبيعة العلاقات بين البلدين. خطاب ليس أكثر ولا أقل، وكل ود وكل محبة، وبنهنيه في بداية الخطاب بحلول عيد الأضحى المبارك. يعني مفيش أكثر من إن إحنا المصريين زي ما كنت بقول لسيادتك الموجودين في الخارج زينا زي المصريين الموجودين في الداخل، زينا زي علاء مبارك، بنتكلم وبنقول اللي انتوا عملتوه يا جماعة كان غلط، إحنا عايزين إنك تتأسفوا لنا، ما يصحش اللي انتوا عملتوه، ليس اكثر ولا اقل، ما فيهوش اكثر من كده. وعلى الرغم من اللغة الهادئة التي تعامل بها وفد الاتحاد إلا أن الجانب الجزائري رفض تسلمها إلا عبر البريد أو البريد الإلكتروني، فيما حضرت الشرطة البريطانية لاستطلاع الأمر. لقد تحدثت إلى السفارة وأبدو عدم الاستعداد لاستلام الرسالة باليد، وإنما يمكنكم أن ترسلوها بالبريد. المحتجون المصريون أمام السفارة الجزائرية طالبوا بسرعة إنهاء المشكلات التي تتعرض لها الجالية المصرية في الجزائر ووقف الحملات التحريضية لبعض الصحف. وطن واحد أم كبرى، شعب واحد يأبى الشر، من الشمال إلى الجنوب ومن الشروق إلى الغروب، ومن العيون إلى العيون ومن القلوب إلى القلوب. كان ذلك بالأمس عنوان صريح لعلاقات العرب مع بعضهم، فبات اليوم بين قوسين متبوعا بعلامات استفهام وتعجب. من أمام مبنى سفارة الجزائر في العاصمة البريطانية لندن، محمد القباني لنيل، قناة مصر الإخبارية.